أول ما شرحنا عن السيستمز بتشابتر 1 حكينا إنه السيستمز في منهم ثلاث أنواع closed to open و isolated، وحكينا كل واحد إيش بيصير فيه exchange وإيش اللي ما بصير له exchange. بالopen system نتذكر إنه في mass exchange وفي energy exchange، يعني بقدر أنا أبادل المادة اللي جوا خلال the process، وبقدر إني كمان أبادل الenergy، ممكن يكون في in و out. هلا نرجع نحط الانرجي بالانس. الانرجي بالانس انه اللي توصلنا انه كيو ان ناقص كيو اوت اللي هي هاي الهيت، زائد الورك ان ناقص الورك اوت اللي هي الورك الشغل، والانرجي اللي بتنتقل بالماس ان وماس اوت، ويساوي دي اي اوفر دي تي اللي هي التغير بالانرجي مع الزمن. هلا يعني هاي الكيو ان ناقص الكيو اوت بتساوي كيو، احنا اختصرناها، والورك ان ناقص الورك اوت اللي هو ماينس ورك، على اساس ايش؟ انه قانون الورك اللي هو الاوت ناقص الان، فبما انه عندي ان ناقص اوت بالقانون هاد فهي ماينس الورك، زائد بنتركهم هدول نفس اسمهم. هلا الانرجي ما الانرجي باي ماس ان والاوت شو هم اصلا؟ يعني لهم زي قوانين. هلا الانرجي ماس اللي هي عباره عن الماس ان، كمية الماس اللي أصلاً فاتت على هذا الجهاز أو على هذا الديفايس أو على السيستم تبعي، مضروبة بالإنترنال إنرجي إن والكاينتيك إنرجي إن والبوتنشال إنرجي إن، وكمان اللي هي البريشر بالفوليوم. البريشر بالفوليوم اللي حكينا عنه اللي هو الورك الورك، تمام؟ فهلأ الإنترنال إنرجي إن مع زائد البي في N، هدول إيش بيعطوا؟ هدول اثنين مع بعض بيعطوا اللي هم مجموعهم بيعطي قانون ال H. فال H I تساوي ال work N اللي هي عفواً ال U N زائد ال B I V I. فاختصاراً، وطبعاً كلهم بالsmall letters اللي جوا القانون، ليش؟ لأنهم specific، يعني وحدتهم اللي جوا كيلو جول بير كيلو جرام، عشان لما أضربها بالكيلو جرام هون تصير الانرجي هون بالكيلو جول. فعوضنا مكانهم هدول تنتين بالانثالبي، فصارت تساوي الماس ان بي ال اتش اي زائد الفيلوسيتي. من وين جبنا الفيلوسيتي وجبنا الزد؟ قانون الكاينتيك انرجي سبيسيفيك طبعا بدون الماس، اللي هي الفيلوسيتي تربيع 2. طب لو كانت مش سبيسيفيك، لو كانت قانون الكاينتيك انرجي العادي بتكون طبعا بالماس هون، بس بما انه انا بحكي عن سبيسيفيك والماس اصلا هيها برا، فبس هدول. وقانون البوتنشال انرجي بتساوي اللي هي الماس بجي بزد، طبعا احنا بنحكي عشان على سبيسيفيك فما في ماس، هدول القانونين. فعوضهم هون، صارت عندي الانرجي ماس ان اللي هي الانثالبي ان زائد الفيلوسيتي ان على 2 زائد التسارع الجاذبية الأرضية بالارتفاع الأول، الليفل الأولاني اللي فاتت عليه، والاوت كلهم نفس الاشي بس انه اوت. فهلأ بنرجع منعوض هدول كلهم مكان، وهدول منعوضهم مكان القانون الأساسي مكان الجنرال فورم، بيطلع عندي هذا الفاينل فورم اللي هي Q ناقص W، طبعا كلهم كابيتال لتر هدول، زائد مجموع الماس الان زائد مجموع، طبعا ليش مجموع مش واحد؟ لانه ممكن يكون عندي اكثر من ماس ان واكثر على الجهاز اللي عندي او على السيستم، اكثر من ماس دخلت، اكثر من كميه دخلت، فكل كميه لها انثالبي، كل كميه لها فيلوسيتي، او ممكن تفوت بارتفاعات مختلفه. فانا بجمع كل الان مع بعض وبطرح، وبجمع كل الاوت من مع بعض وبطرحهم، ويساوي اللي هو تغير الانرجي مع الزمن. هلا في عندي بالاوبن سيستمز هدول نوعين، يا بيكون الاوبن سيستم ماشي على ستيدي ستيت او بسموه ستيدي فلو، او على ان ستيدي فلو او ان ستيدي ستيت. شو يعني ستيدي ستيت؟ شو يعني ان ستيدي ستيت؟ ستيدي ستيت يعني او ستيدي فلو انه ما في تغير مع التايم، يعني انا وصلت لما ما في عم بتغير الانرجي، ما عم تتغير دلتا الانرجي، ما عم تتغير مع التايم، فانا مع المرور الزمن ما عندي تغير. اما الان ستيدي ستيت بيكون في عندي تغير. هلأ شو يعني ما عندي تغير؟ يعني مثلا أنا فوتت ماس ان رح تطلع نفس هالماس اوت، فوتنا انرجي ان رح يطلع نفسه الانرجي اوت،
اي اشي. هلا هو شو قانون اصلا مثلا حفظ الكتلة او قانون حفظ الطاقة، انه اي اشي بفوت بده يطلع، يعني ما في ضياع بالمادة. هلا هون بحكي انه كل اشي بفوت نفسه بيطلع، ما في تراكمات جوا السيستم، ما في تراكمات جوا السيستم، اي اشي بفوت بده يطلع. هلا لو تراكم اشي جوا السيستم بصير انه اللي فايت مش قد اللي طالع، بس هي المادة ما راحت ولا ضاعت، في تراكمات جوا، في يعني في نسبة للاكيوميليشن. فكيف بصير؟ اما هون بصير انه الماس ان ناقص الماس اوت يساوي دي ام اوفر دي تي، او الانرجي ان ناقص الانرجي اوت يساوي دي اي اوفر دي تي، او اي بروبرتي نعبر عليها بصيغه اي شو ما كانت الخاصيه، ان ناقص الاي اوت رح يساوي دي اي اوفر دي تي. اما هون بالستدي اي اشي ان هو نفسه الاوت، يعني لو معي بالسؤال قيمه الماس ان وكانت ستدي ستيت معناته هي نفسها الماس اوت، نفس القيمه 2 كيلوغرام مثلا 2 كيلوغرام، او الانرجي 2 كيلو جول 2 كيلو جول. هذا مفهوم الستدي ستيت. فبهذا الشابتر يعني اغلب الديفايسز او اغلب الاجهزه اللي رح نحكي عنها او الابلكيشنز رح يكونوا على ستدي ستيت. هلا for steady state، هي رح نبلش for steady state. حكينا انه يعني من مفهوم الستيدي ستيت بوصل لشو؟ بوصل انه دي اي اوفر دي تي اللي كانت هيها بالانرجي بالانس اللي هون، هاي الدي اي اوفر دي تي مش موجوده، زيرو، ما في تغير مع الزمن، فاذا هاي بتروح زيرو. وكمان لما بدنا نرجع لقانون حفظ الطاقه اللي حكينا عمله شوي، بما اني حفظ الكتله عفوا، بما اني انا على ستيدي ستيت معناته الماس ان هاي راحت، معناته الماس ان رح تساوي الماس اوت، فقيمه الماس وحده، يعني هون بالقانون الماس الام ان والام اوت هم نفسهم، يعني بقدر اطلعها عامل مشترك. فبوصل بالنهايه لهذا القانون انه الكيو ناقص الورك رح يساوي الماس اللي هي نفسها ان واوت نفس القيمة، عشان هيك انا قدرت اخدها. لو انا عم بحكي عن unsteady state رح تكون الماس ان غير الماس اوت، فما بقدر اخد قيمة اخدها عامل مشترك. بانه الفرق بين الانثالبي اوت وان، الفيلوسيتي اوت وان على اثنين، كمان الفرق بين الارتفاع اوت وان مضروب بالتسارع. هلأ طبعا هاي بالكيلو جول، هاي بتعطيني لانه مضروبه بماس بتعطيني القيمه بالكيلو جول. يعني لو انا بدي، لو بالسؤال طالبين احسب الهيت ترانسفير لكيو بالكيلو جول، او بتطلع من هذا القانون، او مثلا الورك بالكيلو جول كمان. اما لو كانوا حاكيني بدنا اياه مثلا انه اعطيني الهيت ترانسفير، مش معطيني كميه الماس، وحكى بدي الهيت ترانسفير بوحده الكيلو جول بير كيلوغرام، بس بقسم الطرفين على قيمه الماس، هون بقسم على ماس وهون بقسم على ماس. فنتيجة قسمة الهيت هون عماس رح تعطينا الاسبيسيفيك هيت، والورك كابيتال هاي على ماس رح تعطينا الاسبيسيفيك ورك، ونفس الاشي كلهم بتروح الام منهم، فبضل الاسبيسيفيك، فبتصير الوحدة كيلو جول بير كيلو جرام. طبعا هذا اذا بدنا سبيسيفيك، اللي هم التنين نفس القانون، بس اشي بماس واشي من دون ماس. هلأ الديفايسز اللي كنا نحكي عنهم او الابليكيشنز اللي على الستيدي ستيت هم مجموعة، تمام؟ فمنبلش بأولهم من النوزلز والديفيوزرز. النوزلز والديفيوزرز هم نفس تقريبا نفس تصميم الجهازين، بس يعني عكس بعض. هلأ النوزل هو جهاز مصمم ما في يعني ما في تغيرات فيه، غير أو ما في مثلا هيت وورك مثلا، ما بشتغل، ما ببذل شغل، فبس تغيراته بشو بتكون بالسرعة، انه انا لما افوت المادة عليه، لما افوت المادة عليه مثلا المي، ممكن انه هو بيزيد لي السرعة، يعني بيزيد لي السرعة بس على حساب تقليل الضغط. بالضبط انه احنا بنفوت هاي المنطقة الان، هيك رسمته هو، هاي منطقة ان هيها، وهاي المنطقة الاوت. طبعا لو لاحظنا بالجهاز بتكون المنطقة اللي فايت منها المادة اللي هي سواء كانت مي او سواء كانت اي اشي تاني او مثلا اير، ممكن يكون الاريا هون المساحة لهاي المنطقة اعلى من المساحة لهاي المنطقة، ماشي؟ فهلأ شو بيعمل النوزل؟ انه مثلا بيفوت عنا المي او الاير او شو ما كانت المادة، بتفوت بسرعة، تطلع بسرعة اعلى منها،
بس بالتالي هذا شو بيأثر؟ بيأثر إنه الضغط بيقل، يعني هو بيزيد سرعة المادة على حساب الضغط فبيقلل الضغط. فشو خاصية النزل؟ إنه الـ velocity out، هاي velocity، الـ velocity اللي طالع فيها المادة أكبر بكتير من الـ velocity اللي فايته فيها، وبالتالي بس الـ pressure اللي طالع منه رح يكون أقل من اللي داخل فيه. يعني ممكن يكون داخل بـ pressure 20 تمام، يطلع بـ pressure 2، والفيلوسيتي ممكن يكون داخل ببريشر 50 بفيلوسيتي 50 متر بير سكند يطلع بفيلوسيتي 200 او 250 متر بير سكند. واكيد اكيد لهم تمبريتشر ان تمبريتشر اوت، اكيد رح يكون لهم، بما انه لهم بريشر وفيلوسيتي وبريشر وتمبريتشر رح يكون مثلا لهم انثالبي انترنال انرجي سبيسيفيك مثلا فوليوم، يعني بغض النظر. فلا نرجع للانرجي بالانس الاساسيه. الانرجي بالانس بتحكي لنا انه كيو ان اللي هي بدون الماس، احنا بنحكي عن سبيسيفيك، انه كيو ناقص الورك بيعطيني دلتا اتش. طبعا لو عبرنا هون عن هدول انه هاي دلتا اتش لانها فرق بين او تو ان، وهاي دلتا في سكوير على 2، وهاي كمان دلتا جي زد مثلا او جي دلتا زد. اوكي، فهلا شو هون وصلنا لهذا القانون. هلا لو نيجي نطبق عليه، اذا حكى لنا في من خلال هذا النزل في هيت فاتت او هيت طلعت بيكون في كيو، بس لو قلنا انه هو معزول او قلنا انه هو ادياباتيك معناته قيمه الكيو صفر. اذا قلنا معزول او ادياباتيك معناته ما في هيت ترانسفر، او انه كميه الهيت نفس ما هي الان والاوت، فبتكون الكيو اللي هي فرق بين الان والاوت زيرو، فهي بتروح. احنا بدنا نفترض افتراض انها معزوله او انها ادياباتيك، فهي زيرو. وهون ما بيعمل شغل، حكينا بالبداية عن النزل انه ما بيشتغل شغل، ما في شغل، هو بس بيزيد السرعة، فاذا كمان الورك زيرو. فشو بيضل عندي القانون؟ وكمان هو بيفوت، يعني بيفوت من مستوى بطلع من نفس المستوى، ما في اختلاف بالمستوى، فكمان دلتا زد زيرو. فشو بيضل عندنا؟ بيضل عندنا اللي هو زيرو، يعني هدول زيرو، يساوي دلتا اتش زائد دلتا في تربيع على 2. هلا اذا بدنا نقول وحده على الجهه الثانيه شو بصير؟ دلتا اتش تساوي سالب دلتا في سكوير على 2. هذا قانون العام اللي بيشتغل عليه النزل. هلا طبعا في حاله زدنا هيت او امنا هيت، يعني في هيت ترانسفير بتنضف لهم، بتنضف لهم هون هون الكيو، وغالبا بيجي بهذا الصيغه. بس بدنا ننتبه بالسؤال، اذا قال في هيت اوت او هيت ان بيكون موجوده هون، بس اذا ما قال بيضل على هذا القانون، واللي هي طبعا دلتا اتش انه اللي هي اتش 2 او اتش اوت ناقص اتش 1 يساوي اللي هي سالب نفتح قوس الفي 2 تربيع ناقص في 1 تربيع كلهم على 2. هلا في نقطه صغيره انه الفيلوسيتي لما انا بطرق، يعني هلا شو وحده باليونتس؟ لازم تنتبهوا على اليونتس. شو وحده الانثالبي؟ سبيسيفيك طبعا رح تكون كيلو جول بير كيلو جرام، تمام. هلا شو وحدة يعني الانثالبي دلتا اتش؟ رح تكون كيلو جول بير كيلو جرام. بس وحدة الدلتا في سكوير اوفر 2 شو رح تكون؟ رح تكون يعني شو وحدة السرعة؟ سرعة متر عسكن، صح؟ فمتر عسكن تربيع، فبتصير والاثنين ما إلها وحدة، فبتصير متر سكوير عسكن سكوير. طب هدول الوحدتين مش متساويين، يعني قبل الطرف اليمين وحداته مش نفس الطرف اليسار، فشو شو كيف بحول المتر سكوير على سكند سكوير لكيلو جول بير كيلو جرام؟ هلا في عندي يعني زي تحويله اللي هي انه كل 1000 متر سكوير على سكند سكوير بيعطيني اياها، تعطيني 1 كيلو جول على كيلو جرام، كل 1000 بيعطيني 1. يعني فينا نحفظ القانون على أي أساس؟ على أساس إنه دلتا اتش شو بيساوي؟ سالب دلتا في تربيع على 2، نقسمه طبعا نقسمها هاي على 1000 عشان تعطيني كيلو جول بير كيلو جرام، فعلى 1000 بواحد على 1000. فإنه بنحفظ، لو نحفظ القانون، لو أنتوا تحفظوا عشان ما تخربطوا، سالب دلتا في سكوير على 2000، يعني 2 ب1000 يعطينا الدلتا اتش. هاي بتكون بوحدة الكيلو جول بالكيلو جرام، وهاي بتكون بوحدة الكيلو جول بالكيلو جول بالكيلو جرام. هلا اللي شبه النوزل، اللي شبه النوزل اللي هو الديفيوزر، بس الديفيوزر عكسه، يعني نفس النظام بيشتغله بس انه بالعكس. الديفيوزر شو بيعمل؟ الديفيوزر ما بيزيد السرعة،
ديفيوزر بيزيد بيقلل السرعة وبيزيد الضغط. يعني كان النزل بيزيد السرعة، فبحساب زيادة السرعة في عندي نقصان بالضغط. هون لا، هون بصير زيادة بالضغط فبتقل السرعة، وبيعتمدوا على بعض. وبرضو عندنا في temperature in وعندنا temperature out، يعني ممكن بتختلف لأنه pressure بيختلف، فممكن إنه أثر هذا على اختلاف temperature. فإذا شو قاعدة الديفيوزر؟ إنه ال V out رح تكون أقل من ال V in، وبالتالي ال P out رح تكون ال pressure للإشي اللي طالع رح يكون أكبر من ال pressure للإشي اللي داخل. هلأ بالنسبة لل energy balance برضو رجعنا عوضناها واعتبرنا إنه معزول أو adiabatic ما في اختلاف، فبتروح ل Q zero. وحكينا هو ما بيبذل شغل، يعني ما في شافت وورك، ما في هيك قصص، فبرضه هذا على اعتبار انه زيرو. وبرضه ما في اختلاف بالليفل، الليفل الاشي اللي داخل على ليفل الاشي اللي طالع، يعني ما في اختلاف بالمستوى، فاتوا على 2 متر طلعوا على 2 متر، فرح يكون عندي كمان هذا زيرو. بيطلع عندي كمان نفس القانون اللي هو دلتا اتش يساوي سالب دلتا في سكوير، وبدنا نحفظها انها على 2000 مش على 2، على 2000. هلا في اكزامبل على الديفيوزرز والنوزلز اللي هو بيحكي لي اير ات 10 سيليسيوس اند 80 كيلو باسكال انترز ذا ديفيوزر. اول شيء عرفنا انه ايش ديفيوزر اوف اجت انجن ستيدلي، طبعا انه هو على ستيدي ستيت، واحنا بنعرف انه الديفيوزر هو ابلكيشن على الستيدي ستيت بروسيسز او الستيدي فلو with a velocity of 200 متر بير سكند. تمام، انه السرعه اللي دخل فيها هذا الهواء على الديفيوزر كانت 200 متر بير سكند. The inlet area of the diffuser is 0.4 متر سكوير. The air leaves the diffuser، انه كانت قصدهم هون انه كانت المساحه اللي دخل فيها على الديفيوزر هون، هي المساحه هاي الاريا اللي هون 0.4 متر سكوير. The air leaves the diffuser with a velocity that is very small compared with the inlet velocity. شو يعني هاي الجملة؟ هالجملة بتعني لي إشي وبتهمني بالحسابات. بيحكي إنه الأير طلع بسرعة، هاي السرعة مقارنة بالسرعة اللي دخل فيها هي كتير صغيرة. يعني لو أنا بدي أقارن ببعض تكون، يعني ممكن تكون مثلاً 2، ممكن تكون 1، فهي ما بتأثر على الحسابات. لو أنا بدي أحكي إنه مثلاً مقارنة بالميتين ولا إشي، بالميتين متر بير سكند اللي فات عليها، فبالتالي هاي الجملة لحالها تعني لي إنه ال V out ال V هاي السرعة ال out approximately zero، تقريبا صفر تقريبا، يعني هو مش معطيني إياها بس هي تقريبا صفر. كيف فهمنا إنه صفر؟ لأنه لما منقارنها بالميتين هي كتير صغيرة، هو حكينا مقارنة بالميتين هي كتير صغيرة، فبناء على هذا الإشي أنا بعتبرها إنها صفر negligible. فبده determine the mass flow rate of the air and temperature of the air leaving the diffuser. ده دول الشغلتين. كيف بدنا نحسب؟ هلا لو رجعنا شوي بالقوانين، يعني بنلاقي انه الماس وحدتها الماس فلو ريت عفوا يعني دوت كيلوغرام بير سكند. هلا ممكن تطلعوا القانون من الوحدات اللي موجوده معكم بالسؤال، ممكن تكونوا انتم حافظينه. هلا كيف انا بدي اوصل لقيمه كيلوغرام بير سكند؟ اول إشي لو احنا مثلا بدنا فوليوم، فوليومتريك فلو ريت، شو يعني فوليومتريك فلو ريت؟ قلنا كمان اي إشي فلو ريت معناته هو بير تايم، ففوليومتريك فلو ريت يعني متر كيوب per second. طب انا كيف ممكن اوصل لفوليومتريك فلو متر كيوب بير سكند؟ في قانون للفوليومتريك فلو ريت، شو هو؟ اللي هو السرعه velocity اللي هي متر بير سكند ضرب الاريا اللي هي متر سكوير. فمتر سكوير بمتر اوفر سكند شو بيعطيني؟ متر سكوير بير سكند. يعني الفيلوسيتي اللي معي بالسؤال، طبعا هدول الان احنا بنحكي الفيلوسيتي اللي معطيني اياها n بالاريا n الانلت هاي، تمام؟ شو بيكون؟ تعطيني الفوليومتريك فلو ريت n. هلا شو بدنا بالفوليومتريك فلو ريت؟ هلا بنعرف لو قلنا الفيلوسيتي اللي داخل فيها هو
ب 200 متر بير سكند ضرب الاريا 0.4 متر سكوير. بس كنت تنتبهوا انه التنين ان يعني مش يكون معطيني مثلا velocity الاوت و area الان ونضربهم، لا لازم يكون 2 ان او 2 اوت. ف 200 0.4 8 هذا الفوليومتريك فلو ريت. طب شو بدنا الفوليومتريك فلو ريت؟ في قانون تاني بيحكي انه الماس فلو ريت بتساوي الفوليومتريك فلو ريت، هي عليها نقطة يعني فوليومتريك فلو ريت على السبيسيفيك فوليوم. ليش؟ على أي أساس؟ الفوليومتريك فلو ريت شو وحدتها؟ متر كيوب بير سكند، والسبيسيفيك فوليوم متر كيوب بير كيلوغرام سبيسيفيك لأنها. فمتر كيوب مع متر كيوب بتروح، شو بتضل هالوحدة؟ كيلوغرام بير سكند بتصير. طب أنا ما معي فوليومتريك فلو ريت، حسبته من السرعة والأريا. طب بس ما معنى سبيسيفيك فوليوم؟ بنقول سبيسيفيك فوليوم ممكن إنه معي بريشر أطلع منه من الجداول، لا لأنه ما بزبط، اللي هي تيبل A4 وتيبل A5 وتيبل A6 هدول و7 هدول حكينا قبل إنه هدول مش للأير، هدول للمي أو للستيم، يعني للووتر أو للستيم. فكيف بدنا نطلع سبيسيفيك فوليوم؟ بما إني أنا عم بحكي عن أير يعني عم بحكي عن غاز، فبقدر أعتبره ideal gas. تمام؟ في قانون لل ideal gas اللي هو ال ideal gas law، P V يساوي M R T، صح؟ وأنا مش بحاجة الماس، أنا ولا بحاجة فوليوم عادي، أنا بحاجة specific volume. فإذا بقدر أحكي إنه القانون ال pressure بال specific volume يساوي R B T، يعني ال specific volume شو يساوي؟ R B T طبعا لل N R ب Tn على pressure N. طبعا أنا بدي ال R بس تكون لل air. هلأ أتوقع بتابل يا A1 يعني A1 أو 2 أو 3 واحد فيهم في قيمة ال R لل air، وكمان بتكون بالوحدات، ممكن تكون وحدات مختلفة. فهلأ لو طلعناها بنلاقيها 0.287 وحدتها كيلو باسكال دوت متر سكوير على كيلوغرام دوت كلفن. هاي ال R نضربها بالتمبريتشر اللي هي معطيني بسؤال 10 سيليسيوس. طبعا 10 سيليسيوس بالسيليسيوس يعني هي اوكي تمبريتشر ان بس بالسيليسيوس، بالكلفن لازم اعوضها بهذا القانون بالكلفن، بالكلفن اللي هي 283 كلفن على البريشر. طبعا لازم تكون، بما اني انا حطيت وحده الار بالكيلو باسكال، البريشر لازم يكون بالكيلو باسكال. قديش البريشر؟ البريشر بالكيلو باسكال 80. فاذا على 80 كيلو باسكال، وهون كلفن طبعا، كلفن مع كلفن، كيلو باسكال مع كيلو باسكال، بتضلها الوحده متر كيوب بير كيلوغرام، الوحده اللي انا بدي اياها. فقديش بتطلع السبيسيفيك فوليوم؟ تقريبا اللي هي تطلع 1.0152 متر كيوب بير كيلوغرام. هاي بروح بعوضها بقانون الماس، معي فوليومتريك فلو ريت ومعي سبيسيفيك فوليوم صار. فقديش الماس رح تطلع؟ طبعا ماس فلو ريت هي نقطة، شو بتساوي؟ اللي هي الفوليومتريك فلو ريت 80 تقسيم اللي هي 80 على 1.0152 اللي هي الـ specific volume. بيطلع عندي الـ mass flow rate N، أو وهو رح يطلع نفسه الـ out، يعني الـ mass flow rate نفسه N و out. ليش؟ أنا بحكي عن steady state. steady state يعني ما في accumulation، ما في تراكمات، ما في أشياء ما طلعت، فكل اللي فات كله طلع، فرح تكون الـ N نفسها الـ out. 87.8 كيلوغرام per second. هذا أول فرع. هلأ نيجي تاني فرع. تاني فرع بده temperature of the air leaving the diffuser. هلأ زي ما قلنا أنا ممكن مثلا معي specific volume أقول ومعي pressure، تمام، بس إنه ما بقدرش أروح أطلع من الجداول من هي من 4 لـ 7، ما هدول الجداول بس للستيم أو للووتر، فما أقدر أروح أحسب منهم أطلع منهم temperature.
فشو بنعمل؟ بنفتح على تيبل A 17، هو موجود يعني مش موجود معي ورقي، بس انه بنفتح على تيبل A 17، بنطلع عند بنطلع ال H1 اللي هي N اللي فات فيها، اللي هي رح تكون عند temperature 283. تطلع قيمة ال H1 عند هاي temperature كلفن، هي بهداك التيبلز بيكونوا بالكلفن. تمام. والثانية اوكي اللي هي انا بدي H2، بدي الانثالبي الثاني. تمام، الانثالبي الثاني من وين بقدر اطلعها؟ بعوض انرجي بالانس. شو الانرجي بالانس تبعت الديفيوزر؟ انه دلتا H رح تساوي سالب دلتا V سكوير اوفر 2، صح؟ قلنا بلاش 2، نحكيها 2000 عشان التحويل الوحدات يكون جاهز. فهلا شو رح تطلع عندي؟ رح تطلع H2 ناقص H1 يساوي سالب ال V، ال V طبعا هي هون اللي هي V2 سكوير ناقص V1 سكوير على 2000، صح؟ حكينا من الجملة اللي بالسؤال فوق، حكت لنا هاي، حكت لنا انه ال V out صفر او ال V2 صفر، فهاي زيرو، فبتضل هاي اللي هي 200. فميتين سكوير 40,000 تقسيم 2000 20. طبعا هي رح تكون هون في سالب هون في سالب فتصير موجب، فهاي رح تطلع القيمة 20 20. وهون ال H1 اللي هي 283.14 ننقلها طبعا على هاي الجهة، تطلع ال H2 303.14 كيلو جول على كيلو جرام. طيب طلعنا H2، حلو، صار معي H2، صار معي pressure 2 مش معي، معي velocity. كيف أطلع temperature الثانية؟ برضو بروح على تابل A17، نروح على تابل A17 على temperature عفوا على انثالبي 303.14، بنلاقي انه التمبريتشر الثانية واللي هو بده اياها اوت اللي هي 300 تقريبا 303 كلفن. واذا ما لقيتوها كنفس القيمة او كهاي 303.14 نفسها موجودة، بكون بكم تعملوا انتربوليشن وطلعوا تيتو. هذا سؤال على الديفيوزر.